يا اهلا بيكم مشاهدي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من ملاعب الابطال، البرنامج اللي بنتابع من خلاله استعدادات ومشاركات نجومنا ابطالنا في مختلف البطولات الدوليه والقاريه، ومتابعه حيه ومستمره لملاعبنا في كل رياضات وفي كل الالعاب. ودايما شعارنا في ملاعب الابطال ان زي ما ملاعبنا كتير ابطالنا اكتر بكتير. ضيف حلقتنا النهارده الكابتن احمد الجزاوي، المدير الفني لفريق الكره الطائره بنادي الاتحاد السكندري، وحديث مطول عن طموحاته وطموحات فرقته ولاعبيه، وايضا نظره على شكل وقوه المنافسه في دوري الكره الطائره الموسم الحالي، سواء طبعا في الرجال وكمان السيدات. وبالتاكيد هيكون لمنتخبنا جانب ونصيب من هذا الحديث، خليكم معنا. تابعنا انطلاق دوريات الألعاب الجماعية في مصر على مستوى منافسات الرجال والسيدات، بنتكلم على دوري الكرة الطائرة وكرة السلة وكمان كرة اليد، بتكلم على الألعاب الجماعية بشكل عام. وبالتأكيد المنافسات قوية جدا ما بين كل الفرق المتواجدة، وده ملاحظينه بشكل واضح جدا، ورغم طبعا ان لسه يعني السيزن في بدايته، لكن واضح من المباريات ان الموسم هيكون مختلف بعض الشيء عن المواسم الماضية، او على الأقل احنا بنطمح في ده. يعني بعض الألعاب سابقا لم تكن على المستوى المطلوب، وخاصة لو بنتكلم في بالتحديد دوري الكرة الطائرة وكمان دوري كرة اليد، دايما المنافسة بتنحصر ما بين الأهلي والزمالك، ده اللي حصل في الأعوام القليلة الماضية. وبطبيعة الحال الوضع كان أفضل بعض الشيء في كرة السلة، يعني كان متواجد عدد كبير من الأندية اللي كانت بتتنافس على اللقب، أهلي زمالك اتحاد، بتتكلم كمان في سبورتينج ونادي الجزيرة، واحد من الأندية كمان المميزة، وغيرها من الأندية اللي أدت بشكل جيد جدا. الدوريات في مختلف الألعاب أمر مهم جدا جدا، قوة المنافسة فيها مطلوبة بشكل يعني لا تتخيلوه. يعني مش بس ان انا يبقى عندي مسابقة محلية وما يكونش بالنسبة لي حاطط عينيا، يكون في ندية، يكون في تنافس قوي بين عدد كبير من الأندية. مطلوب من كل اتحاد ان هو ياخد كل الإجراءات، كل القرارات اللي ممكن من خلالها يضمن ان يكون في منافسة قوية ما بين كل الفرق. شفنا اتحاد كرة السلة وهو بيعمل لائحة الانتقالات، قدامنا طبعا لقاء الاهلي والاتحاد على الشاشه، ودايما ماتشات الاتحاد بتبقى ماتشات يعني ممتعه جدا. السنه اللي فاتت الماتشات بقى ايه، البيست اوف 5 والبيست اوف 3 والران، الماتشات اللي كان بيبقى ممتع جدا جدا في كره السله. لو بكمل النقطه اللي انا بتكلم اتحاد السله عملها وهو بيعمل لائحه الانتقالات، اللي طبعا الهدف منها كان الحد من سيطره الانديه اللي بتمتلك المال، بالتحديد اهلي زمالك، وبتكلم كمان على الاتحاد الباسكت بول. الاتحاد ما شاء الله عنده فلوس وعنده ميزانيه واضحه جدا وميزانيه قويه للباسكت بول، فده فرض منافسه ما بين عدد كبير من الانديه. يعني تلاقي في الوقت الحالي في بقى اصبح في تكافؤ بعض الشيء. دايما بنتكلم على قوة المنافسة في الدوريات، ودايما هدفنا ونظرنا وحساباتنا كلها بصة على المنتخبات الوطنية، وقلنا كتير جدا ان الهدف الحقيقي من كل المسابقات المحلية اللي انا اكتشف لعيبة كتيرة جدا تفيد المنتخب، تفيد الاجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية، وتكون مساحة الاختيار واسعة امام المدير الفني، سواء بقى ده كان مدير فني اجنبي او محلي. دي مش نقطتي تماما ولا حدوتي. يعني كنا زمان بنكتفي بوجود دوري قوي ولعيبة مميزة في الدوريات المحلية، وكنا نقدر من خلال ده، يعني كان ده بالنسبة لنا بيبقى كافي جدا ان احنا ننافس على البطولات القارية، بطولات افريقيا. الموضوع ما كانش بيحتاج اكتر من ان يبقى عندي بطولة محلية معقولة، بطولة محلية قوية، ممكن من خلال اللعيبة اللي موجودة في المسابقة المحلية دي اشكل منتخب قوي أنافس وأتوج بالبطولات القارية. وعشان أكون منصف برضو وقتها، وده من سنوات طويلة، ده كان طموحنا وقتها، إن إحنا أقصى شيء إن أنا أتوج ببطولة إفريقيا، أتأهل لكأس عالم، أتأهل للأولمبياد، يبقى في تمثيل مشرف، كان الموضوع بيبقى كده منتهى النجاح ونهاية الرحلة بالنسبة للمنتخبات الوطنية. وبالتالي كان المتطلبات على قدر الطموحات اللي موجودة في الوقت ده، والحقيقة احنا وصلنا لده. يعني وقتها كنا مهيمنين تماما على ألقاب قارة أفريقيا في معظم الرياضات، وإن كان في بعض القصور في يعني بعض الرياضات التانية، لو بنتكلم على كرة السلة وممكن أقول الهوكي كمان في الألعاب الجماعية بالتحديد.
لكن وزي ما حضراتكم عارفين ان الوضع دلوقتي بقى مختلف تماما. احنا شفنا الاولمبياد اللي فاتت جايبين ثلاث ميداليات، الدنيا قامت ما عادتش، ناس طموحاتها عاليه جدا جدا، بكم الانفاق وكم الميزانيات اللي بقت موجوده ومتاحه لكل الالعاب وكل الرياضات المختلفه، بتكلم على العاب فرديه وجماعيه. فكره ان انا ابقى مسيطر على القاب قاره افريقيا لم يعد كافي على الاطلاق، بقينا بنتعامل معاها على كونها خطوه في طريق نهايته هناك على منصات التتويج العالميه، سواء بقى كانت بطولات عالم او دورات اولمبيه. وده طبعا بدوره خلق متطلبات واحتياجات جديده عند كل الاجهزه الفنيه لمختلف المنتخبات الوطنيه. ببساطه شديده جدا عشان انافس على المستويات العالميه محتاج عناصر، محتاج لعيبه على نفس الكفاءه البدنيه والفنيه للمنتخبات اللي انا هنافسها، سواء طبعا على مستوى المنتخبات الاوروبيه او الاسيويه او ايا كان موقع او مكان هذه المنتخبات. اللي بتكلم كل اللي انا حكيت فيه ده كله اتحقق في لعبه واحده فقط على مستوى الالعاب الجماعيه. سمعتكم وانت بتقولوا طبعا كره اليد، الاجابه كلنا حافظينها وعارفينها يعني قولا واحدا، كره اليد. وده حصل ليه وحصل امتى؟ حصل لما لعبتنا ابتدت تطلع، ابتدى المجال يبقى مفتوح لاحتراف عدد كبير من اللعيبه في اكبر الانديه الاوروبيه. مش طالع بقى بحترف في انديه يعني مش هسمي دول او قارات بعينها، لكن مش كلمه احتراف والسلام ان انا اطلع الم قرشين، لا ده احتراف بمعنى الكلمه. انا طالع بلعب في فاسبرم المجري اللي بينافس على بطوله محليه في اقوى البطولات الاوروبيه. طالع بلعب في بي اس جي باريس سان جيرمان، واحد من اقوى الانديه العالميه. بلعب في برشلونه علي زين واللي اتكلمت عنهم بقى يحيى خالد او يحيى الدرع وغيرهم من اللعيبه. بتكلم بقى على سند ولا دودو ولا مونبلييه قبل كده محمد ممدوح هاشم. فهنا احتراف بمعنى الكلمه، ان انا طالع بلعب في انديه قويه، انديه بتنافس في اليوروبا ليج، انديه بتنافس في الشامبيونز ليج وليها مكانتها الواضحه. والاحتكاك في الانديه دي انا مش مجرد ان انا موجود لعيب في الانديه دي بديل او ماليش دور قوي او ماليش مكانه، لا ده انا نجم في كل نادي من الانديه دي. بتكلم على مختلف لعبتنا بقى. ده طبعا منح اللعيبه بشكل عام ومنح كل النجوم اللي موجوده الثقه والقوه ان انت تخليك تنافس، ما تخافش لما واجه المنتخبات الاوروبيه اللي موجوده في الاولمبياد ولا في بطولات العالم. ما انا عمال طول الوقت بلعب ضدهم في الشامبيونز ليج ولا في دوري اسباني ولا دوري الماني ولا ولا ولا. احتكيت معاهم ولعبت ضدهم بما يكفي ان انا ما اتخضش لما العب ضد المنتخبات دي. اتحطيت في مواقف في غايه الصعوبه اللي تخليني واقف على ارض صلبه لما العب مع منتخب بلدي. كل المقومات وكل المعطيات اللي انا قلتها دي خلتنا بقينا نمتلك منتخب مرعب في كره اليد. مرعب لكل المنتخبات اللي بتواجهنا بما فيها منتخبات الصف الاول. الدنمارك لما يلعب معاك دلوقتي بيبقى حاطط ايده على قلبه، نرويج، اسبانيا، المانيا، كل دول بيعملوا لك مليون حساب. حتى لما بيكسبوك ما بيبقاش ايزي وين، ما بيبقاش الموضوع اللي هو نزهه للمنتخبات دي زي زمان يعني. انا مش بقول ان احنا بقينا المنتخب الاقوى على الاطلاق، لكن انت بقيت واحد من اقوى المنتخبات العالميه. وانك تصل للمرحله دي لم يكن عن طريق الصدفه على الاطلاق، وده اللي بتكلم فيه وده اللي بقارن ما بين كره اليد وما بين الرياضات المختلفه الثانيه في الالعاب الجماعيه بالتحديد. واتمنى واتوقع ان احنا في وقت قريب جدا هنحقق انجاز تاريخي في اما بطوله عالم مقبله او في الاولمبياد. ولما بقول انجاز تاريخي مقصود بيها ايه؟ مش بقى مركز رابع زي ما حصل في اولمبياد طوكيو ولا مركز خامس في بطوله عالم، ده احنا شبعنا منه تماما. لا بتكلم اللي انا علق ميداليه ذهب بقى فضه برونز ايا كان لون الميداليه دي، انا بشوف ده الانجاز الحقيقي، ده الانجاز اللي بيستحقه الجيل الحالي من لاعبي كره اليد. السؤال المهم بقى، احنا بقى فين من الكره الطائره؟ فين كره السله من المستويات العالميه؟ يعني انا بتكلم وضعنا في الوقت الحالي سواء في كره السله او في الكره الطائره بالنسبه للاعبين المصريين في الوقت الحالي اللي هم
بيشكلوا قوام المنتخب اغلبهم لعيبه محليه. فده يبين لك قد ايه ده السبب اللي انت مكانتك في هذه الالعاب ووضعك في المنافسات سواء بطولات عالم رجال او سيدات، لا دايما بيبقى شكلك مش حلو. ده لو تاهلت، يعني احنا تاهلنا للاولمبياد اللي فاتت في الفولي بول، كنا بنحتفي وبنحتفل منتخب الفولي بول، لكن عملت ايه بقى هناك؟ كلكم اكيد تابعتوا وشفتوا، واكيد الوضع لم يكن مرضي على الاطلاق لاي متابع. الباسكت بول لما دخلنا الملحق وكان البعض بيتكلم هل نلعب في الملحق ولا هنكون بنرمي فلوس في الارض، احنا اولى بالقرشين اللي هيدفعوا دول، واتكلمنا هنا في ملاعب الابطال ونادينا لا مهم ان المنتخب يحتك. ما منتخب اليد عشان يصل للمكانه دي قعد سنوات طويله جدا، بطولات عظماء سبعه، بطولات وديه، بطوله الاهرام الدوليه، كم كبير قوي من الاحتكاكات من خلالها صنعت منتخب عالمي. فلما بقارن كل الالعاب دي بكره اليد على سبيل المثال بلاقي ان الجاب كبير قوي. محتاجين ان احنا نلاقي لعبتنا في كره السله والكره الطائره محترفين في اقوى الدوريات العالميه. لازم يكون ده الهدف الاول عند كل العاملين في منظومه الباسكت بول والفولي بول. وبالفعل اعتقد يعني المرشحين خلاص قدموا اوراقهم في انتخابات الاتحادين، لازم يكون ده اولويه ليهم. وما تبقاش يعني الخناقه كلها كل واحد خد كان صوت، مين هيقعد على الكرسي الفلاني، مين هيمشي. عندنا مشاكل كبيره جدا في الكره الطائره وكره السله، ونفسنا نشوف شغل وحلول للازمات والارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنيه، وما يبقاش كل هدفنا التربيطات الانتخابيه المعتاده. نهتم يكون الاهتمام بالبطولات المحليه ده امر من اولوياتنا، لكن مش ده غايه المنتهى. يعني زي ما قلت لكم المسابقات المحليه وحدها ليست كافيه. أتمنى كلامي يلاقي صدى ولو لمرة واحدة عند السادة المرشحين في الاتحادات بشكل عام، واتحادي كرة السلة والكرة الطائرة بشكل خاص. صدقوني احنا عندنا عناصر قوية جدا، لعيبة مميزة بشكل لا تتخيلوه، يعني سواء في الفولي أو في الباسكت بول عندنا لعيبة جامدة قوي، لكن وجودهم في أندية محلية لن يفيد. مش هتاخد خطوة لقدام طول ما اللعيبة دي ما بتحتكش، ما بترتقيش بمستواها. طالما اننا اللي احنا بنتكلم في طموحات واحلام ان احنا ننافس في بطولات عالميه ليس فقط البطولات القاريه، يبقى لابد لا مجال ان انت تحاول ويكون شغلك الشاغل انك تخلي عندك اكبر عدد من اللعيبه المحترفه في اقوى الدوريات الاوروبيه. وزي ما بقول لكم مش احتراف اللي هو كلمه احتراف والسلام، لا احتراف بمعنى الكلمه، زي ما احنا شايفين اغلب لعبتنا من نجوم منتخبنا الوطني لكره اليد. سؤال حلقتنا النهارده، مين هو الفريق اللي تتوقع تألقه في دوري الكره الطائره هذا الموسم؟ تعالوا نشوف الاجابات. ادم محمد بيقول الزمالك. موكا كا بيقول او موكا كا يعني بتمشي موكا بيقول الزمالك، ماشي يا موكا. مو شفيق بيقول الزمالك. روان بتقول الاهلي طبعا. عبد المنعم هاجر كبير القاره صاحب 22 لقب قاري والاكثر حصولا عليها على مستوى العالم، الاهلي كبير الانديه. الاجابات كلها ما بين الاهلي والزمالك كالعاده. نتمنى السنه دي يكون في منافس للقطبين، لان ده طبعا زي ما اتكلمنا مليون مره ده اللي يفيد المسابقه المحليه وبيقع وبيفيد المنتخب فيما هو قادم باذن الله. تفاصيل كتير في حلقتنا النهارده، خلونا نبداها بالعناوين. منتخب كرة اليد يستأنف استعداداته لبطولة العالم 20 ديسمبر. اتحاد اليد ينتظر رد الأولمبية لإعلان القائمة النهائية للمرشحين. الأهلي والزمالك في الصدارة بعد أربع جولات من دوري الطائرة. استبعاد ثلاث مرشحين من القائمة النهائية لانتخابات المصارعة.
اتحاد الجمباز يبدأ إجراءات إنشاء فرع للاحتياجات الخاصة. اتحاد التجديف يكرم أبطال كأس إفريقيا. الكراز يهزم روبليف في البطولة الختامية لتنس الرجال. وينيبيغ جيتس يهزم نيويورك في دوري هوكي الجليد الأمريكي. منافسات قوية في دوري كرة السلة الأمريكي. ريال مدريد يعود للانتصارات في الدوري الأوروبي لكرة السلة. ودلوقتي تعالوا نطلع فاصل، وبعد الفاصل نكمل كلامنا في ملاعب الأبطال. خليكم معنا. يا اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه، وتعالوا نبدا اخبارنا من الالعاب الجماعيه وبالتحديد من كره اليد. المنتخب الوطني لكره اليد بقياده المدير الفني الاسباني خوان كارلوس باستور هيخوض مباراه وديه مع احد المنتخبات العربيه يوم 20 ديسمبر المقبل في اطار الاستعدادات لخوض منافسات بطوله العالم التي ستقام يناير المقبل بتنظيم مشترك ما بين كل من الدنمارك كرواتيا والنرويج. المنتخب هيخوض مباراه وديه في القاهره، بعدها السفر لاسبانيا لخوض لقائين أمام المنتخب الأسباني، ثم السفر مباشرة إلى كرواتيا للمشاركة في بطولة العالم. وكان لعب منتخبنا ماتشين وديين أمام منتخب اليابان مؤخرا هنا في القاهرة، قدم أداء طيب جدا، مطمئن جدا، كان موجود اللعيبة المحترفة الأسماء المعتادة، كمان كان القائمة مطعمة بعدد من اللعيبة المحلية والوجوه الجديدة. وقدامنا على الشاشة كالعادة شاشة قنوات أون تايم سبورتس اختصت بنقل اللقاءين الوديين عشان نطمئن على منتخبنا الوطني وهو مقبل على محفل كلنا بنتابعه. يعني أول ما بتيجي بطولات العالم لكرة اليد، اللي ليه في اليد واللي ملوش فيها، كل الدنيا بتتابع منتخبنا الوطني اللي بيجبرنا كلنا اللي احنا نشجعه نعيش معاه كل الأحداث وكل البطولات لحظة بلحظة. وأتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني في بطولة العالم المقبلة بإذن الله. مكملين مع أخبار كرة اليد، الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة محمد الأمين أرسل القائمة النهائية للمرشحين إلى اللجنة الأولمبية دون استبعادات. الاتحاد قرر إن هو يترك حسم القائمة النهائية للمرشحين للجنة الأولمبية، واللي بدورها بتعمل حاليا على دراسة الطعون المقدمة من المرشحين، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن القائمة النهائية غدا الخميس بإذن الله على أقصى التقدير. انتخابات اتحاد كرة اليد هتقام يوم 13 ديسمبر المقبل، وبتشهد منافسة قوية ما بين ثلاث قوائم: القائمة الأولى برئاسة محمد الأمين رئيس الاتحاد الحالي، والتانية بيترأسها كابتن خالد فتحي، والتالتة برئاسة المهندس هادي فهمي. كل التوفيق للمرشحين والجمعية العمومية في اختيار الأصلح لقيادة كرة اليد المصرية على مدار الأربع سنوات المقبلة. نترك كرة اليد ونتجه للكرة الطائرة. اختتمت بالأمس لقاءات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة رجال، وشهدت نتائج قوية جدا هنستعرضها مع حضراتكم. في المجموعة الأولى فازت ترسانة على إيسترن كومباني، الزهور فاز على الإسكندرية للبترول، الأهلي فاز على شباب درنقة. وفي المجموعة الثانية هليوبلس فاز على الشرطة، الزمالك تفوق على المقاولون، بتروجيت فاز على الشمس. المجموعة الثالثة مصر للبترول فاز على ألعاب دمنهور، القناة على سبورتينج، طلائع الجيش على وادي دجلة. أما المجموعة الرابعة ففاز الاتحاد على الجزيرة، سموحة فاز على الصيد، والطيران فاز على دلفي، عشان يتصدر الأهلي المجموعة الأولى بعد أربع جولات بالعلامة الكاملة 12 نقطة، ويأتي من خلفه الزهور والترسانة وإيسترن كومباني ومركز شباب درنقة والإسكندرية للبترول. المجموعة الثانية تصدرها نادي الزمالك 11 نقطة، يأتي من خلفه بتروجيت، هليوبلس، الشمس، المقاولين، واتحاد الشرطة بلا رصيد من النقاط. المجموعة الثالثة تصدرها طلائع الجيش بالعلامة الكاملة 12 نقطة، يأتي من خلفه سبورتينج، ثم القناة، مصر للبترول، ألعاب دمنهور، ووادي دجلة بلا رصيد من النقاط. المجموعة الرابعة
يتصدرها نادي سموحة 12 نقطة، ويأتي من خلفه الاتحاد، الطيران، دلفي، والجزيرة، والطيران. وده علامة استفهام بالنسبة لي، لأن نادي الطيران ده ياما طلع نجوم وياما طلع لعيبة جامدة جدا لمنتخباتنا الوطنية. مين ينسى يعني واحد من اللعيبة اللي كانت لعيبة مهمة جدا في منتخباتنا الوطنية، شريف مؤمن، جناح يمين وباك يمين منتخبنا الوطني. طيران بلا رصيد من النقاط حتى الآن، نتمنى إن القادم يكون أفضل ليه. بكده خلصت أخبار ألعابنا الجماعية، لكن لسه معانا تفاصيل في الألعاب الفردية. نبدأ أخبار ألعابنا الفردية من المصارعة. مجلس إدارة اتحاد المصارعة برئاسة محمد محمود أعلن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات اللي هتقام يوم السبت 30 نوفمبر الجاري بمقر مبنى الانتخابات الاتحادات في مدينة نصر. القائمة ضمت على منصب الرئاسة كل من هاني علام، كمان سعيد صالح، وعلى منصب النائب كل من يحيى زكريا ومحمد محمود، وعلى منصب السكرتير العام كل من محمود السيد وهشام عبد القادر وكمان إبراهيم عادل، وعلى منصب أمين الصندوق كل من أحمد راشد، نبيل الشرباجي، وأحمد عمارة، وكمان محمود آدم. على العضوية عندنا شريف عقل، وائل توفيق، مصطفى محمد، كمان السيد جمعة، أمير منصور، محمد عبد الحميد، وأحمد حسن، محمد السيد، محمود عكاشة، أشرف حافظ، محمد عبد العزيز، وأحمد شوقي، وكمان نرمين رفيق. والمجلس استبعد ثلاث مرشحين، وهم محمود المدبولي، محمود المدبولي من منصب نائب الرئيس، وإسلام عبد المنعم، وعبد الرحمن محمد من منصب العضوية. كل التوفيق للمرشحين في انتخابات اتحاد المصارعة. إن شاء الله نتمنى إن الجمعية العمومية تكون موفقة وتختار الأنسب والأصلح لما هو قادم. من المصارعة للجمباز، اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين بدأ إجراءات إنشاء فرع للجمباز البارالمبي ضمن فروعه المختلفة، وده بعد اعتماد الفرع من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي اللي أقيمت في أكتوبر الماضي. الاتحاد عرض الأمر بالأمس على الجمعية العمومية وتم اعتماد إنشاء الفرع، والجمعية العمومية لاتحاد الجمباز كانت اجتمعت بالأمس واعتمدت فوز قائمة الدكتور إيهاب أمين بالتزكية، وكاميرا ملاعب الأبطال كانت موجودة. تعالوا نشوف هذه اللقاءات وبعدها نكمل كلامنا. ثقة كبيرة جدا، وبنشكر أعضاء الجمعية العمومية لثقتهم فينا وتجديد الثقة، وثقة من عائلة الجمباز كلها، لأن إحنا كنا قائمة بالتزكية. بنشكرهم، ودي حاجة بتخلينا بنحط مسؤولية أكبر علينا، إن إحنا بنحاول بدل ما كنا بنفكر نطلع خطوة، لا إن شاء الله هنحاول على قد ما نقدر نطلع 10 خطوات تاني إن شاء الله. طبعا انطباع واضح إن قائمة نازلة من غير منافسة، نازلة بالتزكية القائمة كلها، فطبعا دي رسالة. اتحاد الجمباز الحقيقة في الفترة الأخرانية مع الدكتور إيهاب أمين عاملة طفرة غير عادية. أنا يمكن في نادي الصيد إحنا من الناس اللي لينا نشاط في الجمباز على مدى سنين طويلة يعني، إنما أنا بقول فعلا إن هي دي نتيجة واضحة جدا وسليمة جدا للنشاط اللي اتعمل السنين اللي فاتت. ابتدينا نشوف لعيبة في الأولمبياد، ابتدي ان شاء الله يعني الهدف بقى اللي جاي يبقى في ميدالية أولمبية ان شاء الله للجمباز. أولويات المجلس الجديد ان شاء الله ان احنا ماشيين على نفس الخطة اللي موضوعة من المجلس بداية الدورة، وان شاء الله باذن الله يكون في نتائج افضل للاعبين، ويكون في انجازات اكبر للجمباز المصري من حيث النتائج ومن حيث توسيع قاعده النشاط وممارسه الرياضه، لان ده الهدف الرئيسي اصلا للاتحاد المصري للجمباز. رياضه الجمباز هي رياضه واسعه بتجهز بتعد اللاعبين لكل انواع الالعاب المختلفه، لان هي رياضه اساسيه. النهارده الحمد لله الجمعيه العموميه اعتمدت فوز القائمه كلها بالتزكيه، ده شرف لينا ومسؤوليه كبيره جدا جدا، والفتره اللي جايه الحقيقه احنا قدرنا يعني يمكن في الفتره السابقه قدرنا نحط الحجر الاساس لرياضه الجمباز في مصر، وعملنا تشكيل اداري واجهزه فنيه اتعملت بشكل كويس. الفتره اللي جايه الموضوع صعب، مطلوب مننا نتائج، مطلوب مننا ان احنا نحقق طموح الشعب المصري. ربنا يقدرنا انا وزملائي ان شاء الله في الفتره اللي جايه ان احنا نكمل اللي احنا بدأناه ونحقق نتائج مصر كلها منتظرها. ده ثالث دوره لينا، فاكيد كنا اكيد نفسنا نوصل لحاجه زي دي يعني، ف
احساس قوي جدا ويخلينا عندنا حافز ان احنا نشتغل اكتر ونحقق حاجات اكتر للجمباز. نفكر ازاي هنزود القاعده بتاعت اللعبه وازاي في نفس الوقت يعني نحقق نتائج احسن في على المستوى الدولي في الدرجه الاولى. وبالنسبه للدرجه الاولى بنركز ان احنا في الفني تحديدا نكون جزء من اول نخش فاينل في الاولمبيكس يعني من اول 8 يعني. ومن التجديف، مجلس إدارة اتحاد التجديف قرر تكريم لاعبي المنتخب الوطني اللي شاركوا مؤخرا في البطولة الأفريقية. المنتخب كان حصد لقب كاس بطولة أفريقيا في فرعين الكلاسيك والشواطئ. كاميرا ملاعب الأبطال كانت متواجدة في البطولة. تعالوا نشوف هذه اللقاءات وبعدها نكمل كلامنا. الدول الأفريقية استجابت الحمد لله، كان في استجابة جيدة، دول كبيرة كلها موجودة. طبعا بطولة في نهاية السنة دوما تكون شوية صعبة خاصة من جانب المالي الدول الصغيرة يعني، ولكن الحمد لله يعني الناس يعني في دول كثيرة شاركت وهذا يعني يعتبر يعني نجاح للبطولة واهتمام، وإن شاء الله يعني التجديف بيكبر. مصر بلد تجديف، بلد كبير، قاعدة كبيرة، شباب ولاد بنات يعني، فما شاء الله يعني نتمنى النجاح للجميع، ونحب ممكن الدولة المستضيفة يكون عندها شوية زي ما يقولوا يعني عندها أفضلية، ولكن إن شاء الله نتمنى حظ موفق للجميع. البطولة الحمد لله لغاية دلوقتي طيبة جدا، والتحكيم في البطولة هو روح البطولة أو هو المنظم، انما اللي بينظم معاه اللجنه المنظمه اللي بتظبط لنا الدنيا وبتجيب لنا الادوات وبتجيب لنا الانشطه اللي بنستعملها وبتهيئ لنا الانفراستراكشر او التمهيد اللي احنا بنشتغل بيه. This is a very important and very ideal thing. هذا حدث مهم ونموذجي لرياضه التجديف بالنظر الى الامكانيات المتاحه والمسطح المائي الرائع والذي يمكنه أن يصل إليه المتنافسون بسهولة شديدة. إنه حدث رائع جدا، وعلينا أن نقيم أنشطة رياضية وبطولات هنا. شعور لا يوصف أبدا، لأنه تدربنا كثير، قعدنا شهر هكاك وإحنا نتدرب، وكانت تدريبات كثير صعبة ومنه، والحمد لله شرفنا الجزائر. استعدادات كانت مليحة، كانت جيدة في المستوى وكاع. الحمد لله المدرب تاعنا كان معنا واقف كل حاجة صغيرة وكبيرة، والحمد لله شرفناه وشرفنا الجزائر. شاركنا في تقريبا في جميع السباقات، إن شاء الله نشرفوا بلادنا ونشرفوا العالم كله العربي، إن شاء الله موفقين. بالنسبة لبطولة التجديف عندنا في ليبيا متطورة هلبة على الرياضات الثانية، بالأخص يعني عند التجديف هلبة متطورة وهلبة داعمينها في بالنسبة لآخر قوارب وقوارب جديدة والاتحادات واقفين معنا هلبة. كده خلصت أخبار ألعابنا الفردية، لكن لسه معانا تفاصيل في الرياضة العالمية. بكده خلصت أخبار حلقتنا النهاردة، هنطلع فاصل ونرجع نستقبل ضيفنا الكابتن أحمد الجيزاوي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري لكرة السلة للكرة الطائرة عفوا، وحديث مطول عن كل ما يخص الدوري الممتاز هذا الموسم، خليكم معنا.
اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. موسم نتمناه قويا في دوري الكره الطائره المصريه، نتمنى منافسه قويه ليس فقط كالمعتاد ما بين الاهلي والزمالك، لكن نجد عدد كبير من الانديه المختلفه، لان ده في النهايه بيفيد منتخباتنا الوطنيه. معانا النهارده ضيفنا كابتن احمد الجزاوي المدير الفني لنادي الاتحاد. كابتن احمد اهلا بيك. اهلا بيك كابتن نايم، بوجودك كله زي الفل، كله تمام الحمد لله. حتى الان تقييمك للدوري المصري ممتاز بعد ما عدى حوالي اعتقد 4 جولات، تقييمك للموسم بشكل عام مختلف عن المواسم السابقه واللي نفس المشاكل المعتاده موجوده، الايجابيات موجوده زي السنين اللي فاتت ولا لا في حاجات انت مش راضي عنها قوي؟ هو ما اختلفش كتير يعني عن شكل المسابقه بالنسبة للموسم اللي فات أو الموسم اللي قبله، إنما كل سنة بيتغير شكل المنافسة طبقا اللي هو حركة اللي هو التنقلات اللي بتتم في سوق اللاعبين، لأن حضرتك طبعا عارف إن كل سنة بيبقى فيه موسم انتقالات طبقا للعود اللي هو المنتهي، فكل لعيب بيتحرك على النادي اللي هو بيوفر له المبالغ المالية المستقرة والمبالغ المالية الأعلى بالنسبة له، فدي بتفرق. فالدوري مستوى الفرق متغير باستمرار، مش ثابت وملهوش تصنيف. حتى انا معترض على جزئيه إن انت كنت السنه اللي فاتت كنت بتيجي بتلعب وبتصنف وبترتب وبتقسم المجموعات زي السنه دي، مقسم المجموعات طبقا اللي هو الترتيب السنه اللي فاتت والكلام ده. طب ما في متغيرات كتيره جدا في سوق تنقلات بيتم بشكل عنيف جدا، زائد ان انت في تغير كبير جدا بالنسبه للي هو المستويات اللي بتحصل، حتى بالنسبه للمحترفين وشكل المحترفين وعدد المحترفين، ودي برضو قصص يعني برضو ان شاء الله يعني نتعرض لها برضو في اللي جاي. كويس قوي. في وجوه جديده في اللعيبه اللي موجوده في الانديه المختلفه ولا كالعاده هي نفس الوجوه المعتاده؟ يمكن السنه دي في تغير بشكل يعني بشكل كبير. في انديه، بعض الانديه حافظت على القوام، وفي انديه غيرت بالكامل، غيرت بسبب ان هم اتوفر لهم معامل اللي هو الماده، وفي انديه غصب عن يعني مضطرين ان هم يغيروا، تجبرهم ان هم يعتمد على عدد معين من اللعيبه او بسبب كواليتي معين من اللعيبه، كواليتي معين بسبب اللي هو المبلغ اللي هو بيتحدد اللي هو التعاقدات ده شكله بيبقى عامل ازاي وانتظامه عامل ازاي، فده برضو مهم جدا يعني. كويس قوي. بتتكلم على انديه بتقول غيرت جلدها بالكامل، ده مقبول يعني؟ ده يفيد النادي ده ان انا اغير اجيب عدد كبير من اللعيبه ده ياتي بنتائج ايجابيه؟ ما هي القصه يعني احنا خرجنا من طور ان احنا بنلعب منافسه مستويات عاليه ثابته وطلع لعيبه منتخبات والكلام ده، ده مش استقرار، ودي برضو يعني متهيألي يعني الناس اللي عارفه الرياضه وكده ما بقاش فيه دلوقتي اللي هو استقرار في الـ في الـ في, في الانديه، الثبات اللعيبه في الانديه بسبب اللي هو عنصر الماده. لو حصل ثبات مع اللي هو الثبات والاستمراريه بيحصل نتائج، مع الثبات والاستمراريه والدعم اللي هو بيبقى حوالين اي فريق لازم يحصل نتائج. انما اللي احنا فيه دلوقتي حركه التنقلات اللي هو العنيفه اللي بتتم في السوق في لعبه الكره الطايره بالذات دي، على ما اعتقد انت السنه اللي فاتت كان الدوري والكل يعلم، كل اللي في المجال عارفين ان كان الدوري السنه اللي فاتت كان اضعف دوري، كان اضعف دوري. كان بيتقال كده؟ لا مش كان بيتقال كده، كان شكل المنافسه كان كده. ده واقع يعني؟ ده واقع يعني كل الناس اللي هو كانوا موجودين في المنافسه السنه اللي فاتت يعني اغلب الفرق كانت كده، يعني في فرق نزلت وفرق طلعت، وما كانش ده بسبب يعني بعض الفرق اللي سبب قوتها اكتر برضو بسبب اللي هو مشاكل وضعف ومتغيرات كتير جدا بتحصل في مجال الكره الطايره على مستوى الانديه كان السنه اللي فاتت. السنه ده حصل حركه التغيرات وحصل في انديه قوت نفسها، فاصبحت في فرق كتير بقت شبه بعضها. في هتلاقي مثلا من 4 لـ5 فرق هتلاقيهم يعني استقروا لقدام شويه وعرفوا يدعموا لان عنصر الماده توفر، فلحقوا اللي هم لحقوه من سوق الانتقالات اللي هو عمال كل شويه في متغيرات. معنى ذلك ان في خامات جيده
يعني معنى ذلك ان في لعيبه متاحه جيدة، مش بقصه الخامات، انما انت بقصه ان انت بتاخد الافضل في 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 سوق هو شكله كده، هو شكله كده. يعني بدليل ان لو السوق، لو هي كانت الخامات جيده بشكل كبير زي ما حضرتك بتقول، كان زماننا احنا برضو على مستوى المنتخب الاول كان هيبقى فيه نتائج افضل من كده. صح، متهيألي يعني هو كده يعني، وخاصه المنتخب بياخد من الانديه. بس شايف في اي مجال او اي امل السنه دي تكون في فرق مختلفه بتنافس الاهلي والزمالك، ولا كالمعتاد اهلي وزمالك؟ والله يعني الفرقه اكتر فرقه يعني اتوفرت لها الامكانيات وممكن تقرب للاهلي والزمالك يمكن هي فرقه بتروجيت. رفعت الميزانيه بتاعتها بشكل كبير جدا، يعني وخدوا كتير جدا من سوق الانتقالات اللي هو بيتم. كانت ممكن في اكتر من لاعب كان ممكن يتحركوا في انديه تانية، كان بيتحركوا على انديه الاتحاد وسموحه وبتروجيت والجيش. الانديه اللي هي كانت على طول باستمرار في الترتيب ورا الاهلي والزمالك. اللي حصل ان يعني بصراحه يعني ميزانيه اتفتحت في بتروجيت، وده حقهم طبعا، هو اتوفر له عامل الماده فعرف ياخد اللعيبه، يعني لعيبه جيده ومنهم لعيبه منتخبات كمان، بجانب ان هو استقطب طبعا يعني اتنين محترفين، وانا شايف ان هو برضه استقطب عارف برضه اتنين محترفين يعني برضه كويسين. فعلى ما اظن يعني ان هو يعني حسابيا ممكن تكون فرقه بتروجيت تدخل في المنافسه مع الاهلي والزمالك، انما المنافسه طبعا يعني ما تقدرش ما تعرفش الدنيا برضو المحترفين مع ان يكون عندك لعيبه محترفه تحتك مع اللعيبه المحليه وتفيدهم، ولا انت ضد الحدوته دي تمام؟ احنا دوله تعدادها كبير واحنا بلد كبيره، والفرصه اللي هي بتتوفر لمحترف كانت من افضل ان هي تتوفر للعيب مصري. ما بيفيدش تماما؟ ما انا هقول لحضرتك حاجه، المحترف بيفيد محدش يقدر ينكر، وحتى اما الزمالك جه يعني عمل تجربه محترفين حقيقيه كان من حوالي سنتين، كان جاب جواو يوسفاني، دول من اللي هو لعيبه الصفوه، فلعيبه كتير في الدوري المحلي اتاثروا بيهم واتاثروا بشكل لعبهم وقوه لعبهم، فدي كانت اضافه. اما تجيب محترفين استفادوا يعني طبعا مش اللي في الزمالك بس كمان استفاد، او الزمالك بس ان هو خد بطوله، لا المنافس المنافس كمان شاف اللي هو حجم المنافسه ان هو بيتغير، فهو برضه بيحاول ان هو يدعم نفسه طبعا على المستوى دوت. زائد ان الفرق اللي في الدوري اما بتشوف الشكل ده من اللعيبه وبيحتك بيه على طول فبيتاثر بيه انما المهم ان انت توفر الشكل ده من اللعيبه. ما وفرتش الشكل ده من اللعيبه، انا يعني انا من رايي انا ضد المحترفين اللي هم يجوا بلعيبه شبه لعيبتنا ده بصراحه. لكن لو لعيبه كواليتي عالي قوي انت مش ضد ده؟ يعني انا افضل ان هو يبقى محترف واحد في السوق المصري بكواليتي عالي بجوده عاليه، حتى وان كان في بعض الاوقات الاعتماد على اللاعب المحترف ده بيكون مبالغ فيه، بمعنى مثلا جيب محتدم قوي انا محمل على اللعيب الاجنبي ده اغلب الوقت ولا اثق في اللعيب المحلي. لو هو في لعيب في البنات واحد بالتحديد شفنا ده طبعا طبعا. لو هو لعيب واحد مهما كانت قوته بيعمل تاثير، انما برضه في الاخر هي لعبه جماعيه، لو ما كانوش اللي حواليه بيساعدوا وبيشيلوا معاه مش هيبقى فيه اللي هو برضه يعني اللي هو التاثير اللي هو الكبير ده، خاصه انه هيبقى قدامه منافس او اتنين في نفس المستوى. انما ان هم يبقوا اتنين محترفين واتنين مثلا مستوى، لا اتنين محترفين ممكن يفرقوا ويفرقوا حتى في الانديه الكبيره على مستوى العالم بيفرقوا وبيشيلوا كمان، انما انا افضل ان هو واحد بس، ويكون واحد يتحط له معايير ان انت تجيبه بمواصفات معينه ويتوافق عليه الاتحاد المصري لازم يبقى له دور، اللي هيدخل دوت لازم يبقى ليه شروط معينه وشكل معين وسي في معين كمان. انت كمدير فني في بعض الاحيان لما يكون عندك لاعب اجنبي ولعيب مميز قوي ما بتحملش عليه بعض الشيء زياده عن اللعيبه الثانيه؟ ما بتثقش فيه ان انا ده مثلا انا عندي جيم محتدم من 15 شوط خامس مثلا وجيم نقطه حاسمه فانا هحاول انا انهي الهجمه من خلاله. طبعا ده ما بيحصلش؟ لا ده بيحصل، ده شيء بديل. ده ما ياثرش على اللعيب المحلي ان انا ما اخدش خبره المواقف الصعبه في وقت من الاوقات ان انا اغلب الوقت التحميل او الاعتماد على اللعيب الاجنبي؟ مش هياثر، لا مش هياثر، اصل انا مش هحمل عليه، مش هشيله مثلا كل النقاط بتاعه المباراه،
فانا مش هأثر عليه، انما هو ممكن يجي في نقط بتنهي بيها اشواط، نقط حاسمه بتنهي بيها مباراه. هنا اخدت بالي هو ده برضو هيبقى تاثيره، وهو اصلا جاي عشان كده، وهو اصلا جوده المحترف هي في الجزئيه ديت. أيوة. انما في لعيبه محترفين انت بتجيبهم وبتيجي بتحملهم في الجزئيه دي ما بيشيلوش يعني ما بيأثروش، انما اللي بتتكلم عليه ده طبعا بيأثر ولعيب مهم جدا، بس برضو في وقته بما برضو ان هو يخدم اللي هو فرقته وان العمل عمل جماعي وان ده برضو في الاخر فريق جماعي. لكن محترفين اجانب في المدربين برضو انت معها ولا ضد ده؟ يجي كوتش مثلا في النادي الاهلي، في منتخبنا الوطني، في نادي الزمالك، في اي من الانديه، انت مع فكره ان يكون في مدربين اجانب ولا ضدها؟ لو النادي امكانياته تسمح واللي هيجي ده هيضيف اهلا وسهلا بيه. لو النادي اي نادي امكانياته هتسمح واللي هيجي دوت هيعمل اضافه اهلا وسهلا، انما يعني قليلين جدا حتى في السوق العالمي، حتى في السوق العالمي اللي هم المدربين اللي هم اصحاب كفاءات، حتى في البرازيل نفسها، حتى في ايطاليا نفسها، يعني حتى في ايطاليا نفسها بداوا يستعينوا بمدربين من بره ايطاليا، من دول تانية في اوروبا وفي روسيا، بداوا بيستعينوا بيدخلوا خبرات من بره عشان يعوضوا اللي هو النقص اللي هو الواضح في اللي هو الكواليتي اللي هو المستوى العالي اللي هو المدربين. فانا مع اللي هو لو انت هتجيبه مستوى عالي هيجي هيضيف لي اهلا وسهلا بيه. هي دي النقطه يعني. ده الامر الفيصل بالنسبه ده الامر الفيصل طبعا يعني. طبعا نظام الماتشات مثلا بيست اوف فايف اللي بيحسم نتيجه بعض الماتشات النوك اوت ده بالنسبه لك افضل، ولا زمان مثلا ماتش واحد فيصل ما بين مثلا اهلي او زمالك ده افضل يحسم الجيم مباشره يعني؟ لا هو ده جميل يعني، ده جميل وبيعمل، وبعدين لما يبقى في اخر المنافسه بيحدد البطل بشكل يعني طبيعي. انت بتدي فرصه ان هيطلع لك بطل حقيقي تمام، انما قبل ما يطلع بطل حقيقي لازم نظام المسابقه كله لازم يتغير. يعني احنا المسابقه عندنا انت بتعمل مجموعه من دور واحد، بتخرج على مجموعه ثانيه، بتروح مجموعه ثانيه بتلعب فيها ثلاث فرق ثلاث ماتشات، يعني خرجت من فكره اللي هو نظام اللي هو الدوري. دوري ده ان انت بتلعب بشكل دوري، بتلعب الفرق ممكن تقسمهم مجموعتين وتاخد مثلا اربع فرق سته وتلعب دوري من الدور واحد وتطلع اربع فرق، تلعب اللي هو البلاي اوف اللي حضرتك بتتكلم عليه. يبقى انت حتى كده وفرت اللي هو فرصه ان اللعيبه على مدار الموسم حتى لو سقط منك حاجه في الماتشات تقدر تعوض، تقدر تدي فرص للعيبه صغيره في السن. انما انت بشكل المسابقه دوت انت مفروض ان انت في الظروف حتى اللي احنا اتكلمنا فيها في بدايه الحلقه مفروض ان انت بتبدا بشكل عالي. يعني هل ده منطق؟ بتبدا مسابقه عايز تبدا بشكل عالي في البيك بتعمل البدايه، مش كده؟ مش منطقي. اللي هيبدا بشكله الطبيعي هو هتلاقي مثلا فرقتين ثلاثه، لان هو هيبقى عنده المعطيات والبدائل اللي تخليه يعرف يتحرك في ده، مش كده ولا ايه؟ طب وهيقدر يغير وكده. انما في فرق هتبدا بشكل عالي مع استمراريه المسابقه بالشكل دوت مع اول دور هتتفرج على حجم الاصابات اللي انت طبعا بتظهر كل موسم وده مش خافي، بتشوف شكل الاصابات لان انت بدات عالي. فانت لما بتيجي بالشكل شكل اللي هو المسابقه لازم ان يخدم اللعبه ويخدم اللي هو برضه في الاخر هيخدم اللي هو المنتخبات، اللعيبه اللي هيطلع لك من المسابقه دي. انت بتعمل مسابقه الدوري عشان تطلع في الاخر لعيب منتخب طبعا، مش كده؟ ولاعيب جيد كمان، ده الهدف الاول يعني. احنا كام المسابقه، احنا بقى لنا كام سنه بنلعب الشكل ده من المسابقه، بيطلع لنا كام لعيب في المنتخب؟ كام معروفين اللي بيدخلوا منتخب من اول يعني واحنا قاعدين ممكن نقولهم، مش محتاج اللي هو بطوله الدوري بالشكل ده. يعني انا اسف ان في ناس هتسمع مني الكلام ده، بس هي دي الحقيقه. انت مش محتاج ان انت بطوله الدوري بالشكل ده، مش محتاج اللي هو بطولته المرتبط ان انت هتفيدك بتدخل ولاد صغيرين من البدايه في منافسه سن 15 سنه بتبدا بيهم بتحملهم منافسه من البدايه. كان الاولى ان انت تروح تعمل اللي هو المنافسه، تروح تعملها من اللي هو فرقه مثلا الشباب بحيث ان هم هيخدموا اقرب للفريق الاول ويخدموا ان هو ممكن بعد كده هم بيلعبوا مع القريبين في نفس اليوم.
ان انت ممكن في المنافسه دي تستخدمهم فيما بعد للفريق الاول، هتبقى المرحله قريبه. وغير ده كله انت هتسالني عن رايي في حتى المرتبط، انا رافض المرتبط. ليه؟ المرتبط ده مش هيفيدك في حاجه، هو تقليد. احنا دخلنا في قصه تقليد لايه؟ لكره السله يعني؟ لا احنا قلدنا يعني اليد، هو اول من بيعتمد على المرتبط هو طبعا. بصراحه وكل اتحاد انت بتعمل اللي هو اللي يمشي معاك انت، انا مش بالضروره اللي انا اعمل. وبعدين انت يعني الدول اللي حوالينا مش عيب ان انا قلت حاجه ناجحه، يعني اتحاد اليد هو الانجح. بس انا استفدت من انت بتتكلم صح، لكن قلت بما يتناسب مع طبيعه اللعبه بتاعتي. لازم اقيم التجربه ديت كل فتره، انا كل دوري انا لازم اقعد اقيم التجربه. انت هتقيمها من خلال مين؟ من خلال مين؟ اللي هو المسؤولين؟ لا مش كفايه، انت المفروض تعمل اللي هو اللجان الفنيه، وتجيب المديرين الفنيين، وتجيب الناس الكبار اللي موجودين في اللعبه، واقعد واعمل ورش، اعمل ورش واطرح اللي هو الموضوعات ديت وكده، وخد توصيات واقعد وخلص القصه ديت. انما كان الاولى ان انت تعمل المسابقات بتاعت المراحل السنيه الخاصه بالمراحل السنيه مع دوله بتعدادنا الكبير، ان انت كنت تعمل تصنف المراحل السنيه درجه ممتاز ودرجه اولى ودرجه ثانيه، بحيث حتى كمان دي بتخف اللي هو الضغط على الانديه في المصاريف اللي هي عماله بتشيلها. واصلا يعني المسابقات بتاعتنا ملهاش عائد على الانديه. يعني حتى يعني اللي بياخد بطوله الدوري بطوله ما بياخدش مقابل مادي. بطل الدوري خد ايه؟ صرف وعمل عود مثلا ب 60 مليون 70 مليون درع الدوري. تمام؟ ماشي، مش لازم يبقى في حافز يعوضوا حتى عن مقابل مادي؟ مش كده ولا ايه؟ طبعا صح طبعاً. ولا ايه؟ أي. مش ده برضه استثمار؟ يشجع ادارات الانديه اللي انا اضخ مزيد من الاموال في اللعيب، ان انا اجيب لعيبه جديده اعلي مستوى الاجهزه الفنيه، انما لو انا مش شايف عائد كافي مش هصرف. بالظبط كده، هنقول استثمار مش كده؟ هنقول يعني انت نادي ادخل معايا استثمار، انا مش هدخل لوحدي، ما انا برضه هتدخل معايا الاتحاد وتدخل معايا المنظومه الاعلاميه. تمام؟ يعني احنا دوري الطايره اما حصل عليه مشاهده من ثلاث سنين، اما قنوات اون دخلت وزاعت حصل رواج بشكل كبير جدا جدا، وحتى اللي بداوا يمارسوا اللعبه العدد كان بدا يبقى في تزايد، والناس بقت تستنى ماتشات الكره الطايره اللي بتذاع. قبل كده كان في اذاعه كان يعني ضعيفه شويه، كنا بنستنى النهائي مثلا الناس في النهائي، طب فين الفرق اللي موجوده؟ محدش يعرف حاجه خالص. محدش يعني محدش كل العين على ماتشات في الاغلب اهلي والزمالك يعني. انت هي ماتشات ليه سوء او باب الاحتراف بشكل عام مش مفتوح للعبتنا؟ هل الجوده بتاعت اللعيبه بتاعتنا مش جيده بما يكفي ان انديه اجنبيه تطلب تتعاقد مع اللعيبه بتاعتنا؟ هي المسألة مش كده بالظبط. يعني هو اللعيب اللي هو اللعيب اللي هو المفروض اللي هو المميزين مفروض ان هو يبقى معاه وكيل. اللي بيطلع لعيب النهارده وكيل، في لعيبة كتير جدا في السوق المصري ما عندهاش وكلة. لعيبة مصريين ما عندهاش وكلة، عشان دي برضو كده الجزئية بتخلي اللعيبة حتى مش عارفين يطلعوا الأسواق القريبة اللي هي في المنطقة اللي حوالينا، مش هقول لك في أوروبا. وحتى اللعيبة اللي هي خرجت، يعني في لعيبه خرجت في مصر قليلين، هم خرجوا بعلاقاتهم الشخصيه عن طريق وكلاء، هم تواصلوا معاهم وقعدوا معاهم ورتبوا ومضوا معاهم فهم طلعوهم. انما غير كده يعني لا، الموضوع مش ماشي منظم، المفروض ان هو يتنظم اكتر من كده. يعني المشكله الوحيده في قصه الوكلاء، ولا هل ما عندكش لعيبه طلعت وحققت نجاحات فتشجع الانديه الاوروبيه المختلفه انها تتعاقد مع مزيد من اللعيبه؟ ما القصة ان انت عندك الكواليتي العالي من اللعيبة المصرية هتلاقيها يا في الاهلي وفي الزمالك، يا اهلي وده صعب قوي يا زمالك. هو عشان يخرج هو عشان لازم يستنى العقد بتاعه يخلص، لازم يبقى حر. انما هو مش هيخرج مثلا، ممكن يجي له عقد وهو موجود على ذمة النادي، يعني هيبقى صعب ان هو يخرج. او ممكن يخرج والنادي مش هيدفع، مش هياخد ريسك او مغامرة ان هو يدفع مقابل مادي في لعيب ما اثبتش نجاحاته في بطولات اوروبيه من قبل. ده حقيقه طبعا طبعا، مش هياخد الريسك خالص. طيب خلونا نطلع فاصل وبعده نكمل كلامنا في ملاعب الابطال، خليكم معانا.
يا اهلا بكم مشاهدينا مره تانية. كابتن احمد قلت لي جمله يعني انا فكرت فيها في الفاصل كده، انت ضد دوري المرتبط، تمام صح كده ولا لا؟ تمام. ايه السبب؟ طبيعي ان الدوري ده بيطلع لعيبه ممكن تكون مفيده لقوام الفريق الاول وبعدها للمنتخبات المختلفه، انا بربط نتائج الناشئين بالفريق الاول، بحط ضغوطات على الناشئين، ده اللي لازم الانديه تهتم بيهم عشان فيما هو قادم بعد كده النتائج النهائيه بتحدد على نتائج الناشئين مع الفريق الاول، فبفيد الناشئ بفيد الفريق صحيح. اللي هو تحت السن ده صحيح. فحرك ليه ضده؟ بص حضرتك، هو الغرض اصلا من مرتبط ان انت يعني تعلي من جوده اللي هو المنافسه في المراحل السنيه طبعا. وتطلع من اللي هو اللعيبه الصغيرين، الانديه تهتم بان هي تطلع لعيبه صغيرين. ايوه احنا بقالنا في القصه ديت يمكن داخلين اهو يمكن 4 سنين وكده، انا مش يعني ما اتحركناش، دي نقطه. النقطه الثانيه وهي النقطه الاهم، ان الدوري بتاعنا ده دوري محترفين وفي عقود. يعني انا النهارده انا نادي جاي ومعايا انا بجيب ليا ميزانيه، فبصرف فبجيب لعيبه وبصرف على فرقه وبعمل قوام فرقه عشان العب في دوري محترفين. فانت ممكن كل دوت اللي انت بتعمله، وفي فرق ده حصل معاها بالفعل صرفت وجت في الاخر المجهود بيضيع، مجهودها بيضيع وكده، ومن عندي مسابقه ثانيه بالظبط كده، وتيجي الانديه بعد كده ومتنزل اللي هو العود بتاعتها او بتلغي او خلاص النادي اللي هو يعني كان داخل بطموح المنافسه هو ما عندوش امكانيه ان هو يعمل ده كله، فهو داخل يعمل حاجه معينه. طب ما انا عندي مسابقه ثانيه ما فيهاش نتائج مرتبطه بالناشئين. يعني عندي الاثنين. فايه المشكله؟ ايه المشكله ان اللي المرتبط يكون موجود والمسابقه العاديه واللي فيها دوري المحترفين المعتمد على نتائج اللعيبه المحترفه والانديه الفريق هو نتائج اللعيبه المحترفه تبقى هي نتائج مستقله بذاتها، لازم تبقى مستقله بذاتها، ولازم شكل الدوري يرجع شكل دوري، لازم شكل الدوري يرجع شكل دوري، بحيث ان انت تدي فرص للعيبه صغيرين، تدي فرص ان انت تقوم قوام فرق بتتجانس مع بعض لاول مره خلاص، فانت دوت بتقدر ان انت تلعب فيه وتقدر تعوض، بحيث ان انت في الاخر بتروح في اخر الدوري دوت بتروح للي هو اعلى مستوى، بتقدر بتكمل وتقدر تطلع لعيبه يعني تقدر كمان تلعب منتخبات، تبرز لعيبه كمان تلعب منتخبات. انما انا هعمل دوت وهاجي هصرف وهجيب اعمل المرتبط اربطه باللي هو نتائج الفريق الاول وهصرف عليهم وهصرف على الفريق الاول، وبرضه ارجع اقول لك وممكن ممكن المرتبط ممكن تساعدني. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، انا عندي اللي هو الفرقه، عندي في الفرقه اللي انا ماسكها فرقه الاتحاد، انا لغايه دلوقتي فرقه المرتبط ماشيه مع 10 على 10 ممتازه جدا ممتازه جدا ومتصدره متصدره المجموعه بتاعتها. بالنسبه لي انا عندي في الفريق الاول انا معايا قوام، انا متجمع لاول مره مع بعض، يعني الاول مره مع بعض القوام اللي احنا موجود ده لاول مره مع بعض. ممكن شوف انا بقول لك الكلام ده وبقول لك انا بقول لك المرتبط ممكن يساعدني، بس انا بتكلم في اللي هو الاطار العام الصالح العام، ده لازم شكل المسابقه يرجع دوري تاني للي هو الشكل الطبيعي بتاعه، اعمله من دورين من دور واحد، وخلي المرتبط دوت او اللي هو المراحل السنيه في كذا طريقه او كذا فكره، ان انت في الاخر انت عايز حتى اللي هو الباسكت واليد عملوا كده على اساس ان هم يطلعوا للفريق الاول ويطلعوا لعيبه مستوى جيد مش كده. انا ممكن اعمل لهم مسابقات زي ما قلت لحضرتك، اعمل مسابقات ليها تصنيف درجه ممتازه درجه اولى درجه ثانيه وفيها صعود وهبوط. أيوة. بتهيألي كل الفرق هتسعى ان فرقها تبقى في الدرجه الممتازه سواء ناشئين او شباب وكده، ودوت يمشي حتى معانا احنا التعداد بتاعنا الكبير يمشي معانا احنا وهتكتر عدد الفرق في نادي الاتحاد الطبيعي. وفي اي نادي يعني كره القدم بتاتي في المقام الاول، لا ده في الاتحاد الباسكت بول كمان نفس مكانه كره القدم. فده يخلي الفولي عندكم مظلوم بعض الشيء ولا فيه اهتمام كافي؟ يعني هو مش مظلوم اللي هو بمعنى مظلوم، هي كل القصه ان هي الاضواء طبعا، يعني الباسكت يعني نادي الاتحاد ما شاء الله يعني تاريخ كبير جدا في الباسكت بول
تاريخ ما شاء الله. والكره طبعا يعني ما في يعني بطبيعه الحال يعني لازم ما تهتم بيها. الكره واجهه في كل الانديه وهم طبعا يعني ما شاء الله كويسين. احنا برضو بالنسبه لنا يعني احنا يعني في دعم بس ان شاء الله يعني يعني الدنيا تبقى كويسه برضو في اللي جاي برضو نستنى برضو يبقى الدعم يبقى افضل من كده. وخاصه ان ده فريق جديد برضو يعني مجموعه جديده لاول مره. قوام الفريق دوت ما كانش موجود يعني ما كانش هو قوام الفرق السنه اللي فاتت او اللي قبلها سواء حتى اللي جم ومشيوا او اللي هم كانوا موجودين قبل كده وقعدوا مستقرين. فلا الدنيا برضو ان شاء الله برضو هتبقى احسن. والاستاذ محمد مصلح الراجل يعني متفاهم الكلام ده هو برضو على فكره مهتم وكنت لسه كان في تواصل وان شاء الله الدنيا تبقى كويسه. ايه التارجت اللي حاطينه السنه دي؟ مين الهدف اللي انتوا حاطينه كنادي الاتحاد؟ والله الهدف ان احنا نبقى موجودين في الـ في الـ في الثمانيه ويبقى لنا يعني حظوظ بشكل افضل. لان خد بالك ان حتى الثمانيه يعني حتى الثمانيه انت ممكن يصادف ان انت مثلا تلعب ثاني وثالث تلاقي نفسك بتلعب اول. ايوه طلعت رابع تلعب الاول تلاقي نفسك بتلعب بعيد. كابتن احمد نورت الدنيا ان شاء الله. نورت الدنيا شكرا جزيلا ليك. اشكرك كابتن احمد. تمنياتنا ليك بكل التوفيق. أشكرك جزيلا. شكرا. خلص كلامنا في ملاعب الابطال. اشوفكم ان شاء الله في حلقات جايه. الى اللقاء.